اهلا بيك كابتن اسامه، تحياتي ليك ولكل العاملين في البرنامج. كابتن اخبارك ايه؟ الحمد لله الحمد لله. قول لي بقى اخبارك كابتن. تمام، شعورك بقى لحظه انضمامك للنادي الاهلي ايه؟ طبعا مبسوط جدا، احساس يعني ما يتوصفش انك تكون موجود في النادي الاهلي. تمام، احساس طبعا يعني فوق الوصف طبعا. تمام، مركزك ايه يا اسماعيل؟ عايزين نبدا نعرف بقى الجماهير الصفقه اللي انضمت قطاع الناشئين، ومركزك ايه وبتلعب ايه؟ وانا مركزي الاساسي يا كابتن اسامه، انا بلعب تحت الفيرود، بس برضو حته الديفندر دي بلعبها برضو، بس انا مركزي الاساسي اللي بحبه ان انا بلعب تحت الفيرود. تمام، مين مثلك الاعلى او اللي انت شايف ممكن يعني انت بتحبه ونفسك في يوم من الايام توصل وتبقى زيه؟ كابتن محمد ابو تريكه، كنت بحب كابتن محمد ابو تريكه قوي في المركز ده. ومثلي الاعلى بره هو مش مركزي، بس يعني هو كابتن محمد صلاح، انا بحبه جدا يعني. ان شاء الله نتمنى لك نشوفك زي ابو تريكه ومحمد صلاح ان شاء الله. ان شاء الله يا كابتن اسامة. ابتديت بقى التدريب مع فرق النادي الاهلي ولا لسه اسماعيل؟ نعم، ابتديت التمرين فعلا ولا لسه؟ ابتديت تمرين بعد تقريبا لما اعلنوا بيوم، يعني نزلت على طول، هم كانت الاستغناء خلاص النادي خلص، ونزلت تمرين على طول. طب عشان نعرف الناس بقى، انت مواليد كام؟ انا مواليد 2000 يا كابتن. مواليد 2000، بتمرن مع الكابتن امين ولا مع الكابتن مين فريق؟ لا بتمرن مع الكابتن امين عرابي. مع الكابتن امين عرابي. تمام. عايز اسمع بقى طموحاتك ايه مع النادي الاهلي؟ دايما وانت لعيب منضم جديد للنادي الاهلي بيبقى عندك طموحات. اسماعيل ليسي، طموحاتك ايه مع النادي الاهلي؟ طموحاتي طبعا يا كابتن يعني ان انا العب درجه الاولى. يعني هو يا كابتن اي لعيب في قطاع الناشئين في النادي بيبقى اول حاجه بالنسبه له ان هو يلعب فريق اول في النادي بتاعه. تمام. انا طموحي الاول يعني ان انا باذن الله العب في النادي الاهلي في الفريق الاول ان شاء الله. ان شاء الله، ونشوفك ان شاء الله موجود في الفريق بالنادي الاهلي. بداياتك بقى يا اسماعيل، بداياتك ابتديت فين؟ والله يا كابتن انا بدايتي كانت في نادي الصيد وانا عندي 6 سنين. تمام. وبعدين رحت نادي انبي، قعدت من 2007 لحد 2015 في نادي انبي. تمام. رحت المصريه للاتصالات وانا عندي 15 سنه. تمام. قعدت 3 سنين. صعدت الدرجه الاولى وانا عندي 17 سنه. لعبت موسمين وبعدين الحمد لله كابتن النهارده في النادي الاهلي. شكرا اسماعيل الليس. ومستمرين برضو مع حضراتكم من اخبارنا المهمه دلوقتي برضو.